خالد أدنون، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، الناطق الرسمي للحزب. كما هو معلوم، يعني حزب الأصالة والمعاصرة يعني في بادرة ربما تشكل سابقة في المشهد السياسي والحزبي الوطني، قام بعملين أساسيين. العمل الأول هو أنه قام بقراءة نقدية للحصيلة الحكومية، وخاصة في الشق المتعلق بالجوانب ديال الإعلام والثقافة. وكذلك قام بعمل ثاني اللي كان فيه واحد المسلسل اللي هو طويل وفيه يعني العديد من الجوانب العلمية، وكذلك ساهم فيه مجموعة من المناضلين والمناضلات ديال حزب الأصالة والمعاصرة، هو صياغة ديال مشروع البرنامج الانتخابي اللي ابتداء من اليوم غيولي هو البرنامج الانتخابي النهائي لحزب الأصالة والمعاصرة من بعد إضافة مجموعة من المقترحات. فطرحنا هذا المشروع، وخاصة في الجوانب المتعلقة بالثقافة والجوانب المتعلقة بالإعلام على العموم، بما فيهم فنانين، مثقفين، اعلاميين، مواطنين، باش يبداو الملاحظات ديالهم والمقترحات ديالهم. ما نطمح اليه هو انه الاهتمام كثيرا بالشان الثقافي وكذلك الشان الاعلامي. كيفاش غادي يكون هذا الاهتمام؟ من خلال الزياده في الميزانيه، اولا كاجراء اولي، الزياده في الميزانيه المخصصه للثقافة. وعندما أتحدث عن الثقافة وأقول الثقافة، فإن الثقافة بمختلف تلاوينها، فيها المسرح، فيها الموسيقى، فيها كذلك الشعر، فيها كذلك الكتاب. وعلاقة بنفس الموضوع، هناك إشكال آخر مطروح في المغرب، برغم أنه تكون عندنا قوانين أو لا تكون عندنا إجراءات أو لا تكون عندنا حتى مؤسسات، هو الجانب ديال الإعلام. فما دمنا أنه لم نصل في جانب الإعلام وكذلك جانب الثقافة أن تكون عندنا صناعة ثقافية اللي هي مجموعة من المكونات، هي مجموعة من العناصر، هي مجموعة من القطاعات المتدخلة التي تشكل واحد الوحدة، مادام أنه ما عندناش صناعة ثقافية، صناعة إعلامية، فللأسف الشديد سنظل ندور في نفس الدائرة. فلهذا احنا في حزب الأصالة والمعاصرة طرحنا كفكرة أساسية، وأنه قد يكون عندنا نموذج اقتصادي، ضرورة أنه خلق هذا النموذج الاقتصادي. هذا النموذج الاقتصادي بطبيعة الحال لازم أنه يكون عندنا نموذج اقتصادي فرعي على المستوى الثقافي والمستوى الإعلامي، باش نبلغوا المستوى ديال الصناعة الثقافية والصناعة الإعلامية. ولا خدينا غير فقط المجال نتكلم عليه، المجال ديال الإعلام، بالأمور اللي مفكر فيها وإنه إعادة النظر في هذا الحق الإعلامي، وخاصة نتكلم عن المجال ديال السمعي البصري، إعادة النظر كذلك في دور ديال قنوات القطب العمومي أو ما يسمى بالإعلام الرسمي في علاقة بالقطاع الخاص، كذلك دعم القطاع الخاص، وتصبح المقاربة ديال المجال الإعلامي هي مقاربة نسقية، مقاربة بنيوية وظيفية، لتأخذ بعين الاعتبار مختلف الدعائم الموجودة إعلاميا. كذلك هناك المستوى ديال المؤسسة، يعني طرح السؤال حول الأدوار المنوطة باقي المؤسسات ديال الحكامة الموجودة، مثلا الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، المجلس ديال الصحافة إلى آخره، شنو الأدوار، شنو النطاق ديال التدخل ديال كل طرف، وهل فعلا هاد المؤسسات اللي موجودة ما يسمى مؤسسة ديال الضبط ديال لا ريغولاسيون عندها دور، أو لا أنه ضروري أنه نعملوا واحد الحوار وطني من أجل قيم ديال الادوار ديالها. هناك المساله الاخرى هو من الجانب ديال التكوين، وهذا عنصر جد اساسي ومهم، لانه دابا الان في ظل التصارع ديال المنظومه الاعلاميه، في ظل التصارع ديال الدعائم الاعلاميه، فانه لازم نفكروا في المجال ديال التكوين ومجال ديال التربيه الاعلاميه، لانه بهذه الطريقه مجال ديال التربيه الاعلاميه غادي نحميه ونشئ اولا، وغادي نضمنوا واحد المضمون جيد، لانه لازم انه نخرجوا من الاطار، وهذا هدفنا كذلك، نخرجوا من الاطار ديال الاعلام يتم النظر فيه فقط والنظر اليه فقط ضمن الادوار التقليديه اللي هي الاخبار والتربيه والتعليم وكذلك الترفيه. لازم انه الاعلام يولي عنده دور جديد، وهو العمليه ديال المرافقه، المواكبه ديال المجتمع في تحوله في تطوره، خاصه بانه كما تعرفوا الوضع اللي وصلنا له دابا حاليا هو وضع جد جد سيء على كل المستويات، بما فيها المستوى ديال الاعلامي. وراكم كتشوفوا دابا الان الصحه شنو اللي واقع فيها من حيث اغلاق مجموعه من المؤسسات
الإعلامية. فلتجاوز هذا الوضع دابا الآن، أذكر بأنه حزب الأصالة والمعاصرة يقترح في برنامجه الانتخابي هو أنه خلق نموذج اقتصادي جديد فيما يتعلق بالصناعات الإبداعية والصناعات الثقافية والصناعات الإعلامية. بهذه الطريقة يمكننا نمشيو للأمام ونتقدموا للأمام بكل أمان. وهذا الشيء علاش كنقولوا حنا دائما بأنه التغيير لازم يكون الآن والآن والآن وليس غداً.